لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل في الكم والكيف والزمن، ومتاع زائل لا يستمر طويلا. ومعنى متاع الشيء الذي يتمتع الإنسان به لمدة معينة، ثم يكون مصيرهم يوم القيامة إلى جهنم. وجهنم اسم من أسماء النار التي يعذب بها في الآخرة الكفار والمنافقين والعاصين بعد البعث والحساب. واختلف علماء اللغة، هل جهنم اسم أعجمي أم اسم عربي؟ فقال بعض العلماء هي اسم أعجمي، وقال آخرون بل هي اسم عربي، وسميت به نار الآخرة لبعد قعرها، ويقال بئر جهنام أي بئر بعيد القعر. وبئس المهاد، ولماذا تحديدا المهاد؟ كلنا نعرف أن المهاد هو الفراش الذي يوضع فيه الطفل الرضيع ولا يستطيع الخروج منه بمفرده، وكذلك الكفار لا يستطيعون الخروج من جهنم أبدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. أخي الكريم، الدنيا هينة عند الله عز وجل وضئيلة، ولا تعدل عند الله تعالى مثقال ذرة. الدنيا دار عمل واختبار وبلاء، حقيقة الدنيا أنها سجن المؤمن وجنة الكافر، من علم كل ذلك عليه أن يعمل. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد.